مني على موضوع أنه هي كانت بالبداية مستحية لما بلشت تشتغل كدليل سياحي صغير في مدينة الصلف، بس أنا دائما بقول العمل طول ما هو لا يمس الكرامة فهو مشرف. يعطيكي ألف عافية، وبنرجع كمان منأكد دائما أنه لازم ندعم المحلية حتى لو ما عندنا سياحة خارجية. إحنا اليوم نقدر نعمل سياحة داخلية، ولما رب العالمين يفرجها علينا وتفتح المطارات ونسافر برضو ندعم المحلي ودائما نأخذ معانا إنتاجنا المحلي كهدايا. بلدنا جميل ومستاهل لنا أكيد بكافة المناطق. دائما لنا ما نتحدث عن المبادرات اللي بتلقها نشامة هذا الوطن ويتم تسليط الضوء عليها في يوم جديد. اليوم معنا مبادرة، وهي مبادرة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، مبادرة مقعدنا. رح نعرف أكثر عن هذه المبادرة. معنا في الاستديو مؤسس مبادرة مقعدنا السيد عرفات عوض. بدنا نصبح عليك يا صباح الخير. صباح الخير لك، صباح الخير لجميع المشاهدين، الله يسعدك. أهلا وسهلا فيك، وأكيدا إحنا دائما بنسلط الضوء على المبادرات الشبابية وبندعمها من خلال شاشة التلفزيون الأردني. خلينا بالبداية نعرف المشاهدين تعريف هاي المبادرة. شوفي، مقعدنا بلشت بال 2017. نعم. ليش بلشت بال 2017؟ لأنه كل سنة إحنا دائما بكون عندنا نقص في المقاعد المدرسية، بنفس الوقت في عندنا زيادة على المدارس الحكومية. بنفس الوقت قلنا كيف إحنا نحول هذا التحدي لفرصة، كيف هاي نحل المشكلة إنه في عنا طلاب مدارس مهنية، نعم، وبنفس الوقت إنه في عنا أيدي عاملة وفي إشي بدنا نسويه على أرض الواقع. قلنا قبل ما نوسع هاي المبادرة ونعممها على الأردن كلياتها، أخذنا بايلوت في سحاب وفي الصيفة، طلعنا زيارات ميدانية وشفنا قديش في كمية كبيرة من المقاعد بحاجة لصيانة بسيطة، بتكون تعرفي مرمية على أسطح المسرح، إشي بغرفة المهني، إشي بالمقرات بالضبط. قلنا طب كيف هذا نحاول لكون يعني واحد يستفيد منه الطلاب. اشتغلنا برصيف وسحاب، قلنا إذا زبطت برصيف وسحاب إحنا بنقدر نعممها على كل المملكة. على كل المملكة، نعم. خلال أسبوع طلاب مع معلمين تم صيانة 200 مقعد. نعم. هذا ال 200 مقعد كانوا موجودين، الان صاروا ايش بالغرف الصفيه. ال 200 مقعد قد صار في عندنا سرعه بالانجاز، نعم، ما بدها تعقيدات. بنفس الوقت صاروا المدارس هي نفسهم منتجه، انه هو الطالب والمعلم صار يصلح هذا الشيء بايده. يوم ما نجحت البايلوت والتجربه قلنا الان بدنا احنا نوزع على كل المملكه، نعم، بشراكه مع وزاره التربيه والتعليم واداره التعليم المهني، بعثوا لكل المديريات. صار في كل مديريه في عندنا نقص، مثلا بالفصل الدراسي في عندنا 15 ل 20 30 الف مقعد بدهم صيانه. صار معروف ايش اللي احنا بدنا اياه، ما بدنا نشتغل شغل بس يلا هجوم بس نساوي هالاسبوع هالمبادره بعدين احنا ننام عليها وما في حدا. استمرينا من 2017 لحديت هاي اللحظه والمدارس المهنيه مستمرين فيها. نعم. عم نشوف مع بعض صور من هذه الحملة، يعني يعطيكم العافية. بس حابين نعرف عن حاليا عدد المدارس المشاركة أو المدارس المهنية المشاركة معكم، وأيضا عدد الطلاب المشاركين بشكل عام. شوف إحنا الحمد لله فعلنا المدارس المهنية أكثر. نعم. صار عندنا 35 مدرسة مهنية فيها إنجارة وحدادة، صار عندنا 500 طالب مشارك في هذا البرنامج، وفوق ال 100 معلم مشرف على عملية الصيانة. عشان تعرف هاي الأشياء بدها إنه الطلاب هم فرز. طبعا إنه الطلاب يعني يتوزعوا، لأن تعرف المقعد الجوز هسه حدا يقول لي طب كيف المقعد بتسوي؟ هلا في مقعد بده برغي وفي مقعد بده ثلاث أشياء اللي هي الإيد والظهر والمقعد، هاي كلياتها بكونوا موزعين عليها. بنفس الوقت الطالب هون بفوت في مرحلة عملية إنه هو قاعد بيساوي إشي بإيده، إنه هو كيف يمسك الدريل، كيف يساوي عملية قص الخشب. هاي كلياتها بتمر في مراحل، في مرحلة بدها عملية دهان للكرسي. هذا الإشي الآن إحنا مع وزارة التربية والتعليم مع المدارس في الشمال والوسط والجنوب كلياتنا بنشتغل مع فريق واحد. جميل. يعني الجهد العظيم اللي بيعملوه المعلمين والطلاب خلال الحقل الصيفية وفترة الكورونا إشي يعني صراحة نشكروا عليه، جهد يعني كان ليل ونهار يتابعوا معانا على هذا الموضوع. صحيح، يعني هي ثقافة صارت إنه بدل ما إحنا نكون مستهلكين نصير منتجين 100%. ونحافظ على الثروة النباتية أصلاً. يعني هاي المقاعد ما هي بالنهاية خشب. أدي حسيت في عنا، أدي حسيت في فائدة عائدة كانت على المدارس الحكومية بمشروعكم عرفات؟ شوفي أول شيء بدي أقيسها على الطالب إنه أنا زدت ثقته بنفسه. نعم. صار الطالب منتج أكثر. صحيح. صاروا طلابنا يقدروا يحلوا المشاكل اللي بتواجههم. الإشي الرابع إحنا لحد الآن أنجزنا فوق 90 ألف مقعد خلال 3 سنين. 90 ألف مقعد التكلفة تعيتهم
من 30 قرش ل 6 دنانير. اذا هم بدهم يشتروه جديد راح يكلف من 25 ل 30 دينار. نعم تمام. احسب انت قديش، انت بتحكي فوق المليون توفير على الخزينه، انه احنا بدل ما يعني هاي المقاعد تروح اتلاف وما حد يستفيد منها، قديش الان صاروا يستفيدوا منها. نعم. بنفس الوقت هاي المبادره صارت المدارس المهنيه، وهذا قرار من دولة الرئيس أنه عملية الصيانة في الوزارات والمؤسسات تصير عن طريق المدارس المهنية. يعني زمان ما كان في أنه المدارس المهنية تروح تعمل الصيانة لوزارة الأوقاف والمقاييس الآن صار جزء رئيسي من عملية الصيانة وعملية تأثيث الأثاث بتصير داخل المشاغل المهنية. هاي كلياتها كيف في الحلقة متواصلة. صحيح. خطتكم المستقبلية يعني حدثني عنها أكثر، شو ناويين لقدام؟ صدقا عشان إحنا نصل لكل مدارس المملكة، لأنه الآن المبادرة لها 3 سنين. نعم. الاستدامة أكثر، راح يكون في عنا شركاء إن شاء الله أكثر. كمان بنفس الوقت إنه إحنا بدنا نصل إنه هي للمعلمين الذكور، نحاول مع معلمات ومعلمين المهنية. نعم. إنه هم كمان يقوموا بعملية الصيانة حتكونوا جزء من الحل. نعم. الإشي الرابع بدنا نركز عليه إنه في مناطق إحنا صراحة بدنا نصلها، حتى ايش تعرف، لانه بتعرف احنا فوق ال 4500 مدرسه عندنا. نعم. كيف احنا نوزع حتى الكل يستفيد من هاي المبادره. ونتوسع مع المجتمع المحلي داخل المدارس، عشان هم كمان جزء مهم في اشراك اي مبادره. حتى نحن ننجح لازم يكون في شراكه حقيقيه مع المجتمع ومع وزاره التربيه والتعليم ومع المدارس المهنيه. نعم. طب رسالتك الاخيره لكل الطلاب اللي بخربوا مقاعدهم او لا هم انا بحكيها مزح معك يعني يستهدفوكم هلا شغلي. يعني انا بالنسبه لنا كمبادره، هلا الطالب بس يشوف حدا يخرب الكرسي تاعه راح يقول لك لا انا اللي سويت. نعم. هذا الكرسي، مش انه انت هيك زتيت الكرسي ورميته، انه لا مش انت، لا صار جزء انه هذا ملكيته. نعم. صار هذا حتى الكل يستفيد منه. الشيء الثاني، احنا بنعطي دينار مكافأة للطلاب والمعلمين اللي بيعملوا عملية الصيانة، عشان كمان نحن نغرس فيه ريادة الأعمال، يمكن يطلع من هاي المبادرة، لأنه هو بيكمل أول سنة وتوجيه نجارة وحداده، يمكن يحس يشم ريحة المصاري إنه والله ها أنا صرت أطلع فلوس، أنا يمكن تكون هاي مهنتي بس أتخرج. نعم. كيف؟ الإشي الثالث إنه بدنا يعني كيف أحكي لك إياها، الآن في عنا الوظائف. نعم. لنخلق وظائف. الآن بتطلع في دوائر الخدمة كله موقف، والتعليم المهني والتقني صح بلشنا من جديد نهتم فيه. نعم. بس بدنا إحنا نجارين وحددين من أولاد زيادة بلدنا زيادة. نعم. إقبال على الإشي الأخير. نعم. يعني أنا مثلا أنا درست في مدرسة في الأغوار الشمالية اسمها. نعم. مدرسة اليرموك، إن شاء الله بال 2021 أنا بدي أتبناها هاي مدرستي، بدي أعملها كامل من خشب من كله كامل، لأنه أنا حتى إنسان إن أنا إنسان مسؤول عن هذا الإشي. صحيح. مش إنه والله خلص كبرنا، لا هذا جزء من الامتنان. صحيح. وبدنا القطاع الخاص يدعم هاي المبادرة. يعني بديش أطول عليكم، إحنا 2019 مشروع نجمة تابع لصندوق الأردن الهاشمي تبرع ب 30 طن خشب، بال 2020 البنك الأردن الكويتي كمان دعم هاي المبادرة. الآن كلياتها قاعدين بدهم يشاركوا ويساهموا حتى إحنا ننطلق في كل محافظات المملكة. يعني صوت هذه المبادرة عم بوصل خلينا نحكي، وبنتمنى دائما يعني يكون في جهد منكم، وأيضا خلينا نحكي إقبال من كافة القطاعات وكافة المؤسسات حتى تدعم هذه المبادرة اللي ممكن بفكرتها هذه البسيطة إحنا. صحيح. عم نشوف فرق كبير على أرض الواقع. هو يعني على سيرة ريحة الفلافل، هي متبنين إحنا نظرية الفلافل. صحيح. إنه إحنا. نعم. الإشي اللي نعمله سهل وبسيط وقليل التكلفة والناس بتحبه. صحيح. وسريع الانتشار، انا بقدر اقيسه. شكرا لك وبحييك. الله يسعدك عرفات. شكرا لكم على مشروعكم، وشكرا كمان، وان شاء الله يا رب انكم تتقدموا ويكون في استمراريه وتتوسع الافاق. يعطيكم الف عافيه وشكرا لكم. هلا مع بعض انا وياكم مشاهدينا الاعزاء، وابراهيم رح ننتقل لفاصل. أكيد. صغير وراجعين، خليكم معنا.